بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تتمة اللقاء الأول مع البلاغة الواضحة، نظرا لأنه حصل عطل في الملف الأصلي أو في الجهاز فضيع بقية الدرس الأول والثاني والثالث، فهنعيدهم بإذن الله تعالى. على أي حال، احنا كنا بنتكلم من أول الفصل اللقاء الأول عن الفصاحة، وذكرنا إن ليها ثلاثة شروط. الأول، ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس اللغوي الصحيح وسهولتها وسهولة الكلمات أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المطردة. الشرط وشرحنا ذلك. الشرط الثاني، ويشترط أيضا أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات بحيث لا تكون ثقيلة على السمع وبحيث لا يصعب أداؤها باللسان. الشرط الثالث، يجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، إما بسبب التقديم والتأخير بحيث يتعقد الأسلوب وتتعقد تركيب العبارة فلا يستطيع السامع والمتلقي أن يحمل الكلام، وعوائد الضمائر ونحو ذلك والإسناد اللي موجود ما بين أطراف الكلام يحمله على محمله الصحيح. الرابع، ده اللي وقفنا عنده، ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي. من شروط الفصاحة، يجب أن يسلم من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى ما فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعاني التي يريدها. مثال ذلك انه يستعمل كلمة اللسان عن الايه، عن الجاسوس. الجاسوس بنكني عنه بالعين، وكلمة العين في اللغة لها معاني اصطلاحية، معاني اصلية وضعية ومعاني مجازية. فالعين معانيها من معانيها الحقيقية اللي هي العين الباصرة، اللي هو البصر يعني، العين التي نبصر بها، الجارحة التي نبصر بها، والعين اللي هي عين الماء. ومن معانيها المجازية العين بمعنى الجاسوس، قل فأرسل فلانا عينا له، يعني جاسوسا له يتحسس له الأخبار. فيجي واحد يقوم يستعمل كلمة لسان بمعنى جاسوس، لو استعمله بمعنى رسول له أو مخبر عنه أو متحدث رسمي مثلا، فلان لسان وفلان، فهيصح المعنى. إنما يستعملوا معنى الجاسوس ده هيبقى بعيد المعنى جدا، حتى المعنى المجازي لا يصح الايه الحمل عليه لعدم وجود علاقة. إنما في العين في وجود علاقة، لأن الجاسوس يتحسس الأخبار بعينه ولا يتكلم بها، إنما يكتمها حتى ينقلها إلى من أرسله. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي. بينما من الاستعمالات العالية الفصيحة لكلمة لسان مثلا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، واللسان هنا كناية عن اللغة، أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. ومن أبيات الشعرية التي وقع فيها هذا العيب اللي هو التعقيد المعنوي، قول امرؤ القيس في وصف فرس بيقول وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر.
والروع بمعنى الفزع، ويكوف الفزع يعني في الخوف وعند هجوم العدو، والخيفانة في أصل اللغة الجرادة، وهو يود هنا الفرس الخفيفة، فأساء التعبير وخلى الذهن في تعقيد معنوي هنا، لأنه يعني بنشبه الحاجة بما هو أقوى منها وأعلى مش بما هو أقل منها. ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف. طيب، ولكن كمان بقى بيقول إيه؟ كسى وجهها سعف منتشر، كسى وجهها سعف منتشر. فتشبيه الفرس بالجرادة وإن كان لا يخلو من ضعف، وإنما الضعف الحقيقي بقى في إنه وصف ناصية هذه الفرس بأنها ذات إيه؟ شعر ناصية طويل كسعف النخل يغطي وجهها، وده تشبيه غير مقبول، لأنه من صفات الخيل المذمومة، صفات الخيل النجيبة إن تكون ناصيتها خالية إيه؟ أو قصيرة الشعر أو خالية من الشعر الطويل. فإذا وصف الخيل بأنه ذو شعر ناصية طويل فهذا من الصفات المستقاها في الخيل. فالمعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وفي اللقاء القادم نواصل رحلتنا مع البلاغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وآله الطاهرين وصحبه الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم على الإيمان والعمل الصالح. آمين آمين آمين.